ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت الطفلة خديجة البالغة من العمر 8 سنوات من تحقيق حلمها لسياقة الترامواي، حيث استقبلت أمس الخميس من طرف شركة الترامواي الرباط لتقدم لها جميع الشروحات التي تخص وسيلة النقل وطريقة اشتغاله وكيفية قيادته. وظهرت ابنة تاونات في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهي على منصة القيادة تسوق قطار الترامواي بمدينة الأنوار الرباط، بعدما تلقت جميع الشروحات الخاصة بالقيادة من قبل تقني من الشركة. ويجار أن الطفلة خديجة تعاني من مرض السرطان وتتلقى علاجها بالمركز الأونكولوجي بالرباط. وليتكي عليها عام ثاني، برافو عليك، وليت لقيت، برافو، برافو، نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.